فلاح تهدي لكم مجموعة فلاحي المغرب. مجموعة القرد المغرب التزام دائم. سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مشتي في النواحي اللي في شمال الخط تازا أسفي، ويمكن شوية حتى في شمال المنطقة الشرقية، وفي غرب الخط بني ملال مراكش وسوس ماسة. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم ولا ما بين غيام وصفاء، ما عدا في جنوب بوجدور فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في واد الذهب فاش غادي صوت من الجهة الشرقية. القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في الأطلس المتوسط، في الريف وفي واد الذهب. الرطوبة في الجو ما بين 60 و 85% في النواحي كلهم تقريبا، وما هبط على 45% إلا في درعا وناحية التافيلات. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ولا طالعة عليها بشي درجة ولا جوج. 11 درجة في الأطلس المتوسط، 14 درجة في السايس، 17 درجة في اللوكوس، الغرب، الشاوية، عبدة، الحوز، درعا وناحية التافيلات، 18 درجة في دكالة، الريف والمنطقة الشرقية، 19 درجة في ناحية سوس، 21 درجة في واد الذهب، و23 درجة في الساقية الحمراء. وفي الليل غادي تهبط لربعة درجات في تافيلات، 3 درجات في درعا، ودرجة وحدة في الأطلس المتوسط. إذن الحال مازال غادي يبقى مغيم شوية وعاطش اشتواد الخير في عدة نواحي فلاحية بلادنا، والرطوبة طالعة في جل المناطق. وهذا الطقس غادي يشجع التكاثر ديال الأمراض الخموجية الرمادية في عدة زراعات، وبالخصوص في الغلة ديال شجرة الحواميد كليمونتين ونافين. وهذا علاش لازم نضن البال وقت الجني، ونعزلوا كل حبة بدا فيها الخماج، ونبعدوهم على البقعة، وندفنوهم في شي حفرة باش ما يعاديوناش الغلة الأخرى. والله المعين. طقس فلاح هديها لكم مجموعة القرد فلاحي المغرب. مجموعة القرد فلاحي المغرب التزام دائم.